صافي بحال هاد الشكل. وغتشوفوا الساندويتش ديالي المتواضع اللي هو هذا. قرب يتحمر وكتطفيه عليه وكتخليه يبرد. من بعد كتولي تعاود دير ليه القليه الثانيه باش كتجيك الفريته كتجيك ناشفه وكتجيك تقرمشه. من الافضل انك تمشي عند مول البيض قول له عطيني البيض شويه يكون قديم، ما يكونش البيض جديد، باش انه يسهل عليك. يعني هاد القضيه هادي شكون اللي كيسقسي فيها هما صحاب ديال الريستورات باش كيكون سهل عليهم على انهم يقشروا البيض. ما نجيوش من هنا وبقاو نقطعوها بحال هكا، غتجينا صغيره. يعني باش تجينا الحبه طويله خصنا نقطعوها بحال هاد الشكل هذا. شتي الفريته كتجي طويله وكتجي زوينه وعطي واحد النظر اللي هو احسن وكتبان احترافيه. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخيرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. المهم الاخوه اليوم غادي ندير واحد الساندويتشات غنشاركهم معكم بطريقه ديال سناك او لا ريستورا او لا هذوك اللي كيصاوبوا كاسكروطات يعني في الشارع. المهم انا وجدت لكم كاع هذاك الشيء اللي غادي يحتاج بالنسبه للساندويتشات او للكاسكروطات. المهم طريقه سهله غادي تعجبكم، وخليكم معايا وغادي تشوفوا كيفاش انا نقدر انني نصاوبوا ساندويتشات بشي حاجه اللي تكون متوفره عندنا في الدار وسهله. صافي يلا خليكم معنا. هنا الاخوان غادي نوريكم هذاك الشيء كامل اللي غادي نحتاجو للساندويتش ديالنا. اول حاجه عندنا هنايا خيزو محكوك، جوج ديال الحبات نتاع خيزو، تقدر دير غير وحده الا كانت كبيره. هنايا عندنا الكاشير، هنا عندنا الحوت نتاع مطيشه، الزيتون مقطع، عندنا حاره على حسب الذوق، عندنا البصله، عندنا مطيشه بالقشور ديالها، وعندنا هنايا الخس، وعندنا هنايا البيض، وعندنا هنايا الفريت. اول حاجه الفريت هنايا راني درت له غير نص طيبه وراني دوزت ليه صراحه، يعني لفت ليه هنا نص طيبه باش انه يجيك الفريت ما مزيتش بحال الريستوره زوين ومقرمش وناشف من الزيت، فكي خاصك دير ليه نص طيبه. هنا صراحه راني فت ليه ان نص طيبه، راني فتها ليه واحد شويه، ولكن ماشي مشكل غنولي نعاود نقليه واحد شي شويه ونطفيه عليه باش ما يتحرق لياش. لحقاش خاصو ميكونش مهنا بحال هكا محمر من هنا، خاصو يكون غير واحد شويه قريب يتحمر وكتطفيه عليه وكتخليه يبرد. من بعد كتولي تعاود دير ليه القليه الثانيه باش كتجيك الفريته كتجيك ناشفه وكتجيك تقرمشه. انا غنوريكم الطريقه ديال التقشير ديال البيض. صراحه انا سبق لي خدمت في ريستورات وغادي نوريكم الحرفه ديال الساندويتشات. الساندويتش الصراحه غادي يجي لك كاسكروط واعر ناضي. هنا البيض من الافضل انه ما يكونش البيض جديد باش انه يتقشر. يعني الا كنتي كتقشر البيضه وما بغاش تقشر لك بقى كيطير معها الطرف ديال البيض، فعرف بان هذا راه البيض جديد وداكشي علاش صعيب انك تقشرو. البيض من الافضل انه يكون عند واحد السيمانه ولا سيمانه وشي شويه باش انه يكون سهل يعني التقشير. من الافضل انك تمشي عند مول البيض قول له عطيني البيض شويه يكون قديم، ما يكونش البيض جديد باش انه يسهل عليك. يعني هاد القضيه هادي شكون اللي كيسقسي فيها هما صحاب ديال الريستورات باش كيكون سهل عليهم على انهم يقشروا البيض. ومن بعد الاخوان عندنا هنايا كيتشوب، عندنا هنايا مايونيز، عندنا هذا ديال الفريت، وعندنا الحار، وعندنا الملحه. المهم هادشي هذا هو اللي غادي نحتاجوه للساندويتش نتاعنا. هنا بالنسبه للطريقه ديال البيض باش انها تجيك ساهله باش تقشر لك دغيا، اول حاجه كيف ما كنعرفوا كنهرسوها وما نبداوهاش بحال هكا، غندوروها بيدينا بحال هذا الشكل، ندوروا البيضه بحال هذا الشكل حتى تسمع هذا الصوت هذا. من بعد دير لها هكا غادي تقشر لك بطريقه سهله. انت يعني كتحيد هاد القشرة هادي، يعني كتجي الطريقة يعني سهلة بحال هاد الشكل هذا. ندوز للبيضة الثانية نهرسوها وندوروها بحال هاد الشكل هذا باش البيضة تبقى صحيحة وما تهرش لينا.
من بعد هاد البيضات هادو غادي نحكوهم وغنرجع لكم. انتما كتشوفوا البيض حنا حكيناه. هنا الاخوان الطريقه ديال التقطاع نتاع الفريت باش كتجي طويله بحال هذا الشكل هذا، باش كتجي طويله دائما الحبه ديال الفريت يعني بطاطا كتقسمها يعني طول، كتقسمها طول ومن بعد كتخرج لك بحال هذا الشكل هذا يعني بطاطا كامله. ما نجيوش من هنا وكنقطعوها بحال هكا، غتجينا صغيره يعني باش تجينا الحبه طويله خصنا نقطعوها بحال هذا الشكل هذا. كتجينا بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، شتي الفريته كتجي طويله وكتجي زوينه وعاطي واحد النظر اللي هو احسن وكتبان احترافيه. غادي نولي نعاود نقلي مره ثانيه واحد شويه ونطفي عليه. هنا الاخوان خلينا الفريت ديالنا تولي تعاود تقلى غير شويه وتحمر واحد شي شويه ومن بعد غنحيدوها ونحطوها هنا تستبطر من الزيت وغادي تشوفوا كيفاش غادي تكون، يعني غتكون ناشفه من الزيت وزوينه ومقرمشه ويعني بحال ديال الفريت ديال ماكدون او الفريت ديال السناك، يعني غادي يكون ناشف وزوين. هنا الاخوان عندنا الباغيت، يعني صراحه ما لقاش داك ميني باغيت، هو اما تاخذ ميني باغيت او لا تاخذ الباغيت. الباغيت عندي هنايا انا جبته في الصباح ودابا راه الليل وهنا كتشوفوا راه لاوي يعني خليته. فإلا كان الباغيت عندكم بحال هذا الشكل يعني لاوي بحال هكايا ما مقرمش، غادي نوليو نردوه شويه في الفران، نردوه واحد شويه في الفران يتقرمش ومن بعد غنوليو نخرجوه ونعمروه بشندويتشات ديالو ونوريكم الطريقه كيفاش كتعمروا. يعني سخنتو غير شويه ما تخلوش بزاف حتى يقصح ولا شي حاجه، خليه غير تقرمش ويولي مزيان. دابا نفتحوا الباكيطه نتاعنا بسم الله. نبداو بالحوت هو الاول بالنسبه هنايا، عندي وحده يعني عندي بطاطا سردين وحده هنايا. حاجه اخرى غادي نرطبو بمطيشه ونضيفوا الزيتون مقطع ونديروا شويه ديال القشر
نديرو شويه تاع خيزو وهنايا البصله تقدر ديرها تقدر ما ديرهاش على حسب. هنا من بعد كنديروا البيض هانتوما شوفوا معايا اللي شهيتو يدوز يصايبها. غنوريكم الفريز كيفاش جا. الفريز ديالنا هو هذا، ها هو مقرمش وناشف، هانتوما شوفوا معايا ناشفة. ندوزو للفريز، من بعد غنديروا الخس. من بعد كيتشوب، مايونيز، مايونيز الجمعة التالي سمحوا لي. جا واحد الديكور زويون هذا نتاع الفريت، صافي بحال هذا الشكل. وغتشوفو الساندويتش ديالي المتواضع اللي هو هذا، صافي بحال هذا الشكل. وغتشوفو الساندويتش ديالي المتواضع اللي هو هذا، ندوزو الساندويتش ديالي اللي هو هذا. ومن بعد ندوزو الساندويتش الاخر. Thank you.
المهم الاخوان هذا هو الساندويتش ديالنا، اتمنى ينال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا به. الصراحه واحد ديالي واحد ديال لاني حبيبي. شوفي شوفي عرق ديالك عرقت حيت سخون حراره، كنت سد الشراج باش ما يتسمعش الصوت ديالي وحسب لي ولادي تا هما ناعسين داكشي علاش. المهم انتما تبارك الله ما شاء الله تبارك الله كبير. كيفاش ندير واحد الحاره في المدينه؟ نزيد لك حاره هادي ديريها عندي. ديريها هادي ديالك ديالك هاكا يلا بسم الله. المهم غادي ناكلو اللي بقى غنخليه لغدا نتغداو به حنا ثلاثه، بين انا ولاني وليلى، ولا بقى شي حاجه غادي تغدى به ليلى حيت كيعجبها هاد الشاندويتشات هادو. وصافي الاخوان بقينا نقول لكم الله يهنيكم، ونتمنى الا جربتو هاد الشاندويتش اللي انا درتو معاكم وقولنا الراي ديالكم كيفاش جاكم واش زوين واش هذا. وبقينا نقول لكم الله يهنيكم وشكرا لكم بزاف. الى عجبكم بحال هاد الفيديوهات ديال الماكلة وداكشي قولوها ليا في التعليق، مقرصنكم مرة مرة بحال هاد الشكل هذا. وعندي حوايج اخرى يعني نقدر نبارطاجيهم معكم بالنسبة لهادشي ديال الماكلة. صافي يلاه السلام عليكم الله يهنيكم.